في صور ما بتظبطش بالألوان اللي انت عملتها، وده ليه أسباب كتير، منها إعدادات الصورة أو المكان. زي في الصورة دي كده، ما ينفعش الألوان اللي احنا عملناها نحطها هنا بسبب الإضاءة الصفراء القوية. وللتجربة حطيت الفلتر اللي احنا عملناه ولو عدلت برضه مش هتظبط. بس في هناك صورة زي دي كده، دي الجو بتاعها قريب من الجو بتاع الصورة اللي فاتت اللي ما نفعتش مع الفلتر، بس دي تنفع لان في مقومات تانية زي اللون الازرق غالبا في الصورة، وفي لون يافطة حمراء على اليمين، وطابع الصورة العمومي ده كده فهتظبط، لكن مع بعض التعديلات في اللون البرتقالي. أتمنى تكونوا استفدتوا، واستنوني في فيديو جديد إن شاء الله.